قبل فترة من الزمن من مسيرتها الفنية أن النجمة الكبيرة نجلاء فتحي رفضت القيام ببطولة فيلم عصابة حمادة وتوتو رغم أن عادل إمام عرضه عليها، وقالت في تصريحات صحفية: بالفعل عرض عادل إمام عليا فيلم عصابة حمادة وتوتو، لكن عندما قرأت السيناريو لم أجد فيه جديدا فاعتذرت منه عن بطولة الفيلم، وليس لأني رافضة لمبدأ العمل مع الزعيم. هي عندها دلوقتي 70 سنة حسب الويكيبيديا، فهي ليها شقيقة توأم ما تقدرش تفرقهم عن بعض، وهي اتجوزت مرتين سيف أبو النجا اللي ظهر في فيلم إمبراطورية ميم في دور الابن الأكبر للفنانة فاتن حمامة، وهو الأخ الأكبر للفنان خالد أبو النجا، وخلفت منه ياسمين، والزوج الثاني حمدي قنديل الله يرحمه وتوفي مؤخرا.